بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا النقيب خالد عبد الرزاق طويل من مدينة الرسان، أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وانضمامي إلى الجيش الحر تحت راية المجلس العسكري، وهذه هويتي. وذلك لما تقوم به عصابات الأسد من أعمال وحشية ضد المدنيين الأبرياء. وعاشت سوريا حرة أبية. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر.